متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بكم، بنحييكم وبننقل لحضراتكم بثا مباشرا عن عزاء بهيمة اكبر معمرة بمحافظة الشرقية. والتي لاقت ربها صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 109 عاما وقدمت تبرعت لصندوق تحيا مصر ب 30,000 جنيه والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتم منحها وسام الجمهورية. هذا سرادق عزاء الحجة فهيمة والتي لها الحاجة فهيمة لديها أكثر من 40 حفيد. هؤلاء هم عائلة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بمحافظة الشرقية. امتلأ بشكل كبير جدا سرادق العزاء الخاص بالحجة فهيمة أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، ويتوافد المعزون من أرجاء مركز كفر صقر والمراكز المجاورة. الحجة فهيمة لديها 42 حفيد وامتد صيتها إلى المناطق المجاورة لقريتها بشكل كبير جدا. أيضا تبرعت الحجة تزاحم كبير للمشاركة في عزاء الحجة فهيمة
أكبر معمرة لمحافظة الشرقية. الحاجة فهيمة بتمتلك حتى الآن 42 حفيد بهذه القرية، كما ترون تزاحم وتوافد كبير جدا من المعزين، عائلة وأحفاد وأشقاء الحاجة فهيمة يتلقون العزاء. بمسقط رأسها بقرية الزعاقة التابعة للوحدة المحلية بالموانسة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. تبرعت الحاجة فهيمة لصندوق تحيا مصر بمبلغ و...
التقت ب التقت الحاجة فهيمة بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحها وسام الجمهورية الوطنية. كانت تملأ قلبها كما قال جيرانها وأحفادها. أنهم تعلموا الوطنية من مخابراتها يا محمد فضل ما خلقت هذا فضل توافد كثيف من المعزين على سرادق العزاء المقام للحجة فهيمة والتي يسمونها هنا الجدة فهيمة، الكل يذكرها بالخير. Yeah.
المعزين يتوافدون على ربنا الحاجة فهيمة التي تتقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحها المعزون يتوافدون على سرادق العزاء المقام بقرية الزعاقة التابعة لوحدة الموانسة سنجها مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية عزاء الحاجة فهيمة التي التقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تبرعت بمبلغ 30,000 جنيه لصندوق تحيا مصر ومنحها وسام الجمهورية. الجميع هنا يؤكد أن الحاجة فهيمة أو كما يقولون الجدة فهيمة كانت مفتاح لكل خير بالقرية والقرى المجاورة. ويؤكدون أيضا أنهم تعلموا منها الوطنية فكانت الوطنية تدوم في كل أركانها وحروفها.
امين يا رب. رجع ليه المشير الكريم العظيم السنة السنة الليلة صلى على الحبيب. ضيقت عليك يا رئيسنا، صلى على النبي. هنا صورة شايف زمركتنا النور. أحلى صورة يا عيسى. ولا متابعي اليوم السابع في كل مكان، ما زلنا بننقل لكم بثا مباشرا من سرادق عزاء الحاج والتي لقت ربها اليوم. عن عمر يناهز 109 عاما قامت بالتبرع لصندوق تحيا مصر ب 130 ألف جنيه، والتقت بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي منحها وسام الجمهورية. الحاجة فهيمة، أو كما يطلق عنها الجدة فهيمة، الحاجة فهيمة أو كما يطلق عنها الجميع هنا الجدة فهيمة. هي مفتاح لكل خير بهذه القرية. Yeah.
ميتم؟ نعم الحمد لله. نعم لله الحمد لله. نور الدنيا. بقول لي يا عم الله يبارك. من هنا؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي رقبتهم وقدموا وقدموا له كبيرا عنهم سيئاتهم Thank you.
ركز عليه. عشنا مع ذلك أقارب العالم العلم الفضيل أقارب الشيخ أنور الشحات محمد أنور. وكانت هذه القيامة ليمول فكرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي جاءت فيها جميع طوائف الشعب وجميع طوائف كلية مسلم عربي لكي نكرم أم المصريين رحمة الله عليها الحاجة حبيبة. التي عاشت على حب هذا الوطن وباتت على حب هذا الوطن ضربت مثالا للمرأة المصرية الوطنية. فالله أسأل أن يجعل القرآن شفيعا لها في قلبها وأن يشفع فيها الصيام والقرآن رحمة الله عليها الحاجة فهيمة التي كرمت من سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التي تركت لنا الاحترام وتركت لنا الوفاء لهذا الوطن الحبيب. بنا مشاركين أبنائها جميعا حج فاروق عمر بشار حج محمود.